السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، لو يعني في دلوقتي عليه قرآن متعلق في عمارة، أي حد هيقراه ده بيبقى في ميزان حسنات اللي معلقه ولا ملهوش علاقة؟ ما ينفعش صدقة جارية يعني؟ له نيته، له نيته، يعني مثلا عمارة داخلها ناس رجال ونساء، فكتب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نيته الحث على غض البصر، لا بأس بذلك ويثاب إن شاء الله. لكن كثواب للقرآن عموما، مش آية دينية معينة، هي قرآن المعوذتين الفاتحة. نقول لك قصده له اعتبار. نعم، قصده نيته لها اعتبار.